يستعد الوداد المغربي لخوض مواجهة صعبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تأتي على ملعب الخصم وبين جماهيره. وبعد التعادل في مباراة الذهاب يحتاج الوداد للتمسك ببعض النقاط الفنية الخاصة ليتمكن من عبور عقبة صن داونز وصولاً لنهائي البطولة، فكيف يحقق ذلك؟ حالة من التخبط الفني والإداري يمر بها نادي الوداد المغربي منذ اللحظة التي رحل فيها وليد الرجراجي عن قيادة الجهاز الفني للفريق البيضاوي بحثاً عن رحلة جديدة مع المنتخب المغربي. ولجأ الوداد في البداية إلى تجربة المدير الفني الوطني من خلال النفطي، لكن الفريق رغم الأداء الجيد نسبياً على المستوى المحلي والقاري كان يعاني من التذبذب وعدم ثبات المستوى. وبرحيل النفطي تولى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المهمة، ورغم أنه قدم كذلك مستويات لا بأس بها إلا أنها لم تكن ترقى إلى المستوى المنتظر من حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ليرحل بعد فترة قصيرة. على المستوى المحلي يأتي الوداد وصيفاً في ترتيب الدوري المغربي خلف الجيش الملكي صاحب الصدارة والفارق نقطة واحدة مع تبقي 5 مواجهات فقط على نهاية البطولة. وعلى المستوى الإفريقي نجح الوداد في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليقع أمام منافس شرس هو صن داونز الجنوب إفريقي الذي يعتبر المرشح الأول للتتويج باللقب. في مباراة الذهاب ورغم النقص العددي نجح صن داونز في الخروج بالتعادل السلبي دون أهداف، محضراً نفسه لموقعة العودة في بلاده وبين جماهيره. التعادل السلبي نتيجة مرضية عندما تواجه خصماً بهذه القوة، إذ أن فرص الوداد تزداد بشكل كبير في العبور إلى نهائي البطولة، مع كونه يحتاج التعادل بأي نتيجة إيجابية أو الفوز بأي نتيجة. بعض الأمور الفنية قد تمنح الوداد الأفضلية أمام صن داونز، والتي تتمثل في التركيز على التفوق في الصراعات الثنائية داخل الملعب في ظل المهارات الفردية الكبيرة التي يملكها لاعبو صن داونز. وعلى مدار البطولة الإفريقية اعتمد الفريق الجنوب إفريقي على المهارات الفردية والفوز في المواقف الفردية، ما وصل بهم إلى تسجيل 18 هدفاً خلال رحلتهم وصولاً إلى نصف النهائي. السلاح التالي لصن داونز هو الكرات المرسلة بين الخطوط والنقل السريع بين الدفاع والهجوم، وهو ما يتطلب إغلاقاً مثالياً للمساحات من جانب لاعبي الوداد المغربي والاعتماد على التكتل الدفاعي مع الانطلاق بالهجمات المرتدة السريعة وتنوع طرق لعب الكرات الثابتة. أخيراً يمتلك اللاعب المغربي سلاحاً قد لا يمتلكه لاعب صن داونز، وهو الروح القتالية العالية التي عرفت بها فرق شمال إفريقيا، وربما تكون هي الحل الأبرز للوداد في هذه المواجهة الصعبة.